السلام عليكم خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو الجديد اليوم غادي نمشيو نزورو واحد البلاصه اللي زوينه بزاف. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو، لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. تابعوا معنا الفلوق كيفاش غادي يدوز. بيس. السلام عليكم خوتي خواتاتي، يلا فقنا. دابا فقنا معطلين شويه حيت البارح ما وصلناش بكري، ما قدرتش نصور لكم. وصلنا نعسنا، جينا من الدار، جينا لديك البلاصه الزوينه اللي وعدتكم بها البارح. هيا يلا خليكم معنا تكتشفوا معنا.
الصباح مشى مش زوين بزاف، ندوزوها بنهار نهار طوب. اخوات عينا بزاف عينا بزاف عينا بزاف، داز نهار زوين بزاف، دوزنا وقيته زوينه ما تنساش. نتمنى نعاودو شي خرجه كيما هذه شي نهار، وما تنساوش خوتي دعمونا باش نزيدو نكملو منطقه خوتي اللي زوينه بزاف ومعروفه بغرس شجر الزيتون. ننصح اي واحد بغى ينسى مشاكل الدنيا يجي لهنا يتكونسونطرا ينسى عليه كلش. وفي الاخر الخوت ما تنساوش تابونا في لاشين وشي جيم وبارطاج بيس، وخليونا الكومنتارات نتاعكم كي جاكم الفيديو. باي.